هاي العاملة عم تقوم بوضع هاي المعلبات على خط الإنتاج طبعا بطريقة سريعة جدا. هذا الشاب عم ياخذ مكعبات نرد على ما اعتقد ويصفهم بالكاس، وهنا عم يقوموا بقص قطع صغيرة من العجين داخل الزيت الذرة. شو عم يسوي هذا الشخص؟ عم يقوم على ما اعتقد قص، عم يقوم قص قطع نودل من العجين ممكن، لكن صراحة سرعة رائعة. خلينا نشوف شو عم تسوي هاي خبازة على ما اعتقد، هاي خبز وهذا فرن تقوم بوضع الأرغفة عليه. هاي الماكينة بتقوم على ما اعتقد بزالة، بتقوم بزالة الأوراق، شي حلو. شو عم يسموا العمال؟ ممكن نحت السكة أو ممكن تعديل السكة أو شيء من هذا القبيل. شو ممكن يكون؟ خلينا نشاهد. هاي الآلة ممكن تكون آلة تطريز أو آلة شو، والله ما بعرف، لكن صراحة شيء روعة من هاي العاملة والسرعة والأداء والإتقان. هنا تصوير الناس عم تصور شو، هاي العاملة عم تقوم بعرض باستخدام هذا الحبل من العجين وفرده في الطوى. هنا العمال عم يقوموا بخبز الخبز لكن بطريقة سريعة ورائعة جدا. على ما اعتقد هنا بيقطع ثمر جوز هند، جوز هند اخضر على ما اعتقد يقوم بتقطيعه. نعم هو الجوز الهند الاخضر. هنا عملية تغليف لهاي، انا ما اعتقد، نعم عملية تغليف للمخدة والاغراض. هاي العاملة عم تقوم بصف اشكال، لكن خلينا نشوف، عبارة عن سوستة. وهنا عملية قص لهي الأشكال مبينة لذيذة جدا. وهذا الشخص عم يقوم بخياطة على ما أعتقد قميص، خلينا نشوف مع بعض. لكن شاهدوا السرعة والمهارة اللي بيمتلكوها. وهنا عم يقوم بتعبئة أو مزامنة تعبئة الكريم، لكن شاهدوا السرعة والمزامنة بالعمل. هنا المدربة عم تقوم تدرب هاي الطفلة الصغيرة بسرعة رهيبة وباستخدام الراكت. شو عم يقشر؟ خلينا نشوف مع بعض. صراحة ما بتعرف لكم بصل. هنا على ما اعتقد مسابقة اسرع اطفائي ممكن، خلينا نشوف مع بعض. نزل قبله، يعني هو الفايز مثلا. صراحة سرعة رهيبة، من النهاية بتكون حياة ناس. عندنا الان هذا شو عم يقوم؟ اعتقد ملفوف او اشي مثل هيك، ملفوف ممكن. صراحة سرعة رهيبة من العمال في هذا الفيديو. خلينا نشاهد مع بعض شو عم يسوي هذا العامل. الرسم بالبيض او الرسم ممكن بشي معين. الأكل الناري، شاهدوا روعة المظهر. وهنا أنا ما أعتقد بلف كيكة، نعم بلف كيكة لكن بطريقة جميلة وحلوة جدا.
على ما أعتقد قام بلف قطعة من اللحوم بين عليها مساعدات صينية. هنا على ما أعتقد دهان الكأس، يعني يقوم بدهان الكؤوس. وهنا على ما أعتقد سندويشات برجر أو ممكن حزمة متعبية أو أوراق متعبية. هذا عرض لإسقاط أكواب بالنبيذ، وهنا كمان عم نصف أكياس البقوليات بطريقة رائعة جدا زي ما أنتم شايفين، سرعة في الأداء. عم يقوم بتعبئة الجرار بالرمل، بس طريقة يعني صعبة، في طرق أسهل من هيك. هنا عم يقوم بقص خشب أو يعني هذا قطع البامبو، خشب البامبو. في زران بيكون على شكل اللي هو خشب البامبو. خلينا نشوف شو عم يسوي هون. يقوموا يعني صف قطع بيضاء، لكن ما بنعرف شو هاي القطع تحديدا. شو هدول عم يعملوا؟ عرض الايدي. شيء جميل جدا، تناسق وروعة بالاداء. وهنا هذا الشخص عم يقوم بقص هاي المجلدات، لكن بطريقة احترافية وسريعة عن طريق الآلة اللي في ايده. هنا هذه العادلة عم تحط أقراص من المعجنات أو شيء. شو هذا؟ بصراحة ما بعرف. على ما أعتقد هاي آلة طابعة. هنا بيقوم بطباعة اللون الأصفر على الملابس على ما أعتقد. هنا نظام تشريح البطاطا لكن بسرعة. وهنا هاي العامة ممكن صف أيضا أشكال. وهنا هاي العامة تقوم بعمل أشكال على البلاط أو على كراميكا زي ما أنتم شايفين. عم يقوم بإخراج يعني ممكن يكون زي أصابع الندل حتى يقوم بقليها. خلينا نشاهد. مثل ما حكينا عم يقوم بقلي، هي عبارة عن نشا ومي لكن بيقوم بقليها. هاي ما بعرف شو بتسوي غير انها بترقص. هنا هاي العاملة عم تقوم بقص الجزء اللي ما هي محتاجة من او ممكن يعني خياطة. هنا أدوات المطبخ أو ملاعق المطبخ لكن بطريقة. وهنا أيضا القفازات العمال. وهنا أيضا هذا العامل عم يقوم بقص بشكل منحني لشكل المعرش، أو على ما أعتقد شكل المعرش. نعم الشكل بيكون للمعرش. صب القهوة، لكن أول مرة نعرف إنه إحنا لها شكل غير هيك. عندنا بدل سنبلة واحدة ثلاث سنابل. هنا الشخص عم يرقص ومبسوط، لكن شو عم يصور؟ أنا ما أعتقد طريقة لجذب السياح أو جذب الزبائن. هنا تقشير بطاطا، لكن طريقة معينة مثلا، أو بيعمل شكل أو شيء من هيك. أو هاي المانجا مو بطاطا. وهاي سرعة العمال في هذا العجين زي ما انتو شايفين كيف عم تعجن هذا الشكل. هنا العامل عم يقوم بصف أكياس البقوليات زي ما انتم شايفين. والان هاي العاملة عم تقوم بعملية قص لهاي
الأعمدة الحديدية. وهنا على ما أعتقد تطريز قطاعات أو شيء يعني. وعنا على ما أعتقد هاي ماكينة صنع الفلافل أو شيء معين، أو ممكن عجين يكون أو هيك شيء. وإن هذا الشخص عم يقوم بإزالة الزوائد على ما أعتقد هاي مثل سجادة أو هيك. عم يعمل عرض باستخدام الخبز. هاي على ما أعتقد اللي بيستخدموها للسوشي، أوراق السوشي، لكن بيتم تغليفها واضحة هنا. هنا العمال بيقوموا بصف أحجار البناء. شاهدوا سرعة عملهم وسرعة صفهم لهذا البلاط. على ما أعتقد هنا عمل كريب، لكن بصراحة لذيذ جدا. آها، شوف معنا هاد قطع حجارة، قطع حجارة عم يقوم بصفها بهاي الآلة اللي بإيده بطريقة سريعة. هنا صب كاسات الحليب لكن بسرعة. خلينا نشوف مع بعض. هو الحليب يكون سخن. هنا تقطيع البصل لشرائح صغيرة لكن بمهارة وسرعة عالية. آه، شو عم يرسم؟ خلينا نشوف مع بعض. ممكن بيعمل قالب كيك عن طريق أو شكل ممكن يكون رائع. خلينا نشاهد. هنا هذا الشخص عم يقوم بعرض استخدام البيض والرسم على النار على ما أعتقد هاي شفته، لكن بطريقة جميلة. وهنا تقطيع الخضروات، لكن شاهدوا السرعة والمهارة اللي بتملكها هاي العمال. هنا الشخص عم يقوم بالدق على هاي الماكينة الحديدية. اوه، بيخفش اصبعه ينخبط او شيء او ينضرب او صراحة شغل صعب. هنا عم يقشر على ما اعتقد فاكهة ثمرة شبه البطيخ او شمام على ما اعتقد. شمام ممكن. صناعة الزجاج، الصناعة الساخنة والأصعب، لكن شاهدوا كويس سرعة ومهارة هؤلاء العمال باستخدام النار باستخدام هاي الأشكال. هنا تقطيع الدجاجة إلى أشكال وأنواع. طبعا بيقوم بقص الأجنحة، والآن بيقوم بتفريغها أو وضعها في اللحم أو أقصد في مكانها. خلينا نشاهد. آها، تم تقطيعها لعدة أشكال أو لعدة أجزاء. هنا العامل وبكل سرعة يقوم بتربيط الحديد هنا، لأنه كان شغلنا قديما وعم نعرف كويس تربيط الحديد. وهنا هذا الشخص وبكل سرعة ومهارة عم يقوم بوضع أسلاك لعمل شكل السلة النهائي. هنا موسم على ما أعتقد حصاد القطن، زهرة القطن عم يقوم بحصادها. شاهدوا والله طريقة رائعة، مظاهر جميلة.